بسم الله على بركة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. فاحنا كنتواجدوا في زنقة العدولات، نقدروا نقولوا برافو عليه الشاب تبارك الله اللي تيحارب البطالة. كيحارب البطالة خوتي، وبدا بهاد الكروسة اللي كتشوفوا أمامنا، يعني كروسة تيدير كسكروطات ديال الطون. شوف الله سبحانه وتعالى الله ييسر عليه. بحال هاد الشباب يستحقوا اننا صراحه نشجعوهم، تعاونوا معاهم، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يرزقهم الحلال، لان بحال هاد النوع اللي تيبغي يعتمد على راسه ويبدا من الصفر ويكافح ويتقاتل، وكتكون ربي سبحانه وتعالى كينزل ليه البركه في الرزق ديالو وتيكبر داك المشروع ديالو ان شاء الله. تنشوفوه اليوم بدا بكروسه، واحد ما ان شاء الله نشوفوه داير واحد المحل ديالو، وهكا ان شاء الله تتكبر. ياك يوسف ان شاء الله، تحياتي يوسف وتبارك الله عليك، وكنطلب الله ييسر لك. نشوفوا يعني هذا الشيء اللي كتوجد الطون، يعني انا راه جيت العشيه راه مطيشه، البصله، الزيتون، مرتديلا، والخس، الكيتشوب، مايونيز. اذا اهلا وسهلا، تعرفوا بعدا عليك. اولا يوسف مرحبا بك، اجي خويا شويه لهاد الجهه. اذا مرحبا بيوسف، ونطلب الله الله يسهل عليك. امين. تفضل يوسف، عرفنا بنفسك اولا وكيفاش تجاتك هذه الفكره. السلام عليكم اختي ناديه، كنشكرك وكنشكر المواكبه ديالك لجميع الشباب وجميع التطورات في البلاد. كنشكرك على العطف ديالك وسميو الوقفه ديالك بجانب الشباب. بحالكم شجعوهم على الله. الله يحفظك، الله ييسر لك الامور ويسهل عليك. انت كيما كتبغي الخير للناس، يا ربي يجيب لك الخير، ويا ربي يسهل لجميع المسلمين والمسلمات، وان شاء الله. الحمد لله، انا يوسف من مدينه خريبكة، شاب عاقل على العمل، في العمر ديالي 36 سنة، حاصل على 3 دبلومات، وخدمت بزاف ديال الخدمات. ولكن الدبلومات اللي عندك يوسف؟ عندي دبلوم ديال الميطالة، ودبلوم ديال إصلاح أدوات كهرومنزلية، ودبلوم ديال التقني في إصلاح السيارات. خدمت بزاف، طلعت في بزاف المحلات، ولكن ما جابش الله. كيبقى كضرب تمارة وداك الفياق بكري وداك الشيء وما كاين والو. وفكرت بأنني ريحت واحد 3 سنين ديال البطالة من نهار بدا دات كورونا، وانا مريح وانا مريح صافي، يعني فقدت الامال في الخدمه، فقدت الامال في اي حاجه. واحد النهار كنت ناعس، ويجيني واحد الفكره تاع انني خاصني ندير شي حاجه، خاصني نوض، مابقاش ناعس، حيت داك النعاس ما يدير لي والو. الحمد لله درت هاد الكريريسه وبديت غادي شويه بشويه. دابا بداو كيعرفوني الناس، المده ديال شي شهر دابا باش بديت، والحمد لله المشروع غادي. كناكلوا منه طريف ديال الخبز، كندخلوا حنا على دارنا مويكا فيها الديسير ولا مويكا فيها الخضره. كنت مزوج اختي وطلقت بسبب هاد الازمه ديال الجلوس. يعني بنادم فهاد كورونا نيت فهاد كورونا من هنا يعني الازمه، يعني جلستي ما كاينه خدمه، صافي صافي ما كايناش الخدمه. راك عارفه المرات هي باغاك تصرف عليها، باغاك تجيب ليها، باغاك سميتو، وما قنعتش معايا. والحمد لله ماشي ما فيهاش الخير، والحمد لله غادي نوض دابا ملي درت هاد المشاريع. عيالات عطاهم الله، لا ما حبطنيش ان شاء الله، هادشي زادني قوه على قوه ان شاء الله. حيت دابا حاجه ما فيهاش الخير راه ما فيهاش الخير، والحمد لله غادي ربي يجيب التيسير الاحسن ان شاء الله. هاد المشاريع كندخلوا منه واحد البركه، حتى حنا فرحانين بها، والحمد لله ولينا كنتعاملوا مع الناس ماشي بحال هاك البطاله كتكون عام كمش وجالس في بلاصتك ما كتهضر. حتى نفسيا تقوى التخمام، انت كتشوف الناس، انت كيجيو عندك كتعرف على ناس جداد، ماشي بحال ما كنا جالسين ما كنعرفو حتى واحد، ما ندوي مع احد. دابا الحمد لله جاب الله تيسير، وانا فرحان بهذا المشروع. وليت ملاهي، كنفيق الصباح، كنمشي كنتقدى الخضره، كنجيبها للدار كنقيها. شكون اللي كيتعاون معاك؟ كتعاون معايا الوالده ديالي، كنقيها انا وياها، والحمد لله ربي جيب تيسير، والوالده هي ملاهيه، وكاين الخير ان شاء الله. انا كندوي معاك دابا وكنغرغر، حيت كان داز لي واحد الازمه كبيره، بقيت جالس فهمتي، بنادم كعارفه كيشوفك بنادم بيطالي، والحمد لله هادشي راه فيه الخير. وكنشكرك اختي ناديه، وكنشكروا كاع المشاهدين، وكنشكروا الشباب، كنبغيهم يزعموا يتوكلوا على الله، حيت الا بقيتي جالس راه واحد ما غادي يجيبها لك، واحد ما يجيبك اللقمه لفمك، اخص منك تضرقوا الوالدين. الحمد لله احنا باقيين عندنا والدينا وعايشين واكلين وشاربين معاهم، ولكن رغم ذلك كنبغيو نشجعوا كاع الشباب، ما تبقاوش جالسين اخوتي، دير الصوصيط، دير لادان، دير اي حاجه، دير العصير،
اي حاجه راه كاين بزاف ديال باش تخدم. الا جيتي تجلس وتبقى مربع عيدك راه هذاك هو الفشل، كيولي واحد المرض نفسي، كتولي تفكر وترد راسك وغادي تبقى جالس وما غاديش تدخل حتى درهم من جيبك. الحمد لله ربي عطانا باش عطانا العقل باش نخمو فيه، باش نخمو به وباش نديرو به بزاف تاع الحلول. ان شاء الله ربي ييسر لكم اخوتي ويسهل على الجميع. وتحياتي للناس خريبكا، وتحياتي لجميع الناس، وكنبغي نرحب بكم كاملين عدي في الكروسه ديالي بخمسه دراهم. تدير فيه هذا الشيء كامل؟ كندير فيه هذا الشيء كامل، واخا كتبقى واحد البركه يعني 10 دريال ولا 12 ريال اللي كنربح فيه، ولكن الحمد لله 10 على 10 كتولي بزاف ان شاء الله باذن الله. واللي كنبغي طون ممتاز، يعني كندير طون ممتاز، واحد الماركه سوزانا اللي معروفه، اللي معروفه هي احسن ماركه كاينه كاع في العالم، هي الواعره هي وطام، ولكن هاد سوزانا هي زوينه واخا غاليه عليا. انا كنفضل انني نعطي للناس شي حاجه زوينه كاليتي، ما نعطيهمش شي حاجه ديال الاسقمري ولا شي حاجه فيها الريحه ولا شي حاجه زرقاء. كنعطيهم هادي واخا يكون الربح قليل ولكن مداوم، والناس اللي ضاق عندي كيجي عندي كيقول لي داك الشيء راه زوين. والحمد لله بدا الكليان كيتزاد، في الاول كنت كنجيب 20 خبزه، دابا وليت وصلت ل 50 خبزه، وغادي الوقت كتزاد شويه بشويه باذن الله. ومدير واحد المبادره تاع اللي ما عندوش كنجيب واحد النسبه زايده، مره كنجيب 6، مره كنجيب 10 الباريزيانات، كنعطيهم في سبيل الله. كيجي شي واحد ما عندوش واخا كتكون عندو هذيك ال 100 كيقول لي راه عندي عاد ال 100، كنقول له اخويا عادي راه في جيبك، وخذ هذاك الكاسكروت وسير بصحه والراحه. يعني واخا انت عاد بادي وعاد الحمد يعني لله مآمن بان الصدقه كينزل فيها الله البركه، راه كينزل البركه وكيتزاد كيتطور الرزق ان شاء الله باذن الله. حيت ما تقدموا من خير فالله يعلمه، وان تحسنوا فالله يضاعف الاجر ديالكم، وكيزيد ربي حتى البركه حتى في الكروسه. وهذاك مسكين اللي ما عدوش غدا كيولي عدو الفلوس كيجي عندك، كيجي عندك وكيقول لصحابه كيقول لهم واحد الدري تعامل معايا كيجي عندك، حيت الخير زوين وربي خلقنا على الخير. وانا داك شويه اللي غنعطيه راه ماشي شي حاجه كثيره ولا شي حاجه، خسرت واحد 600 ريال انا ربي كيخلفها ليا. كيجي شي واحد كيشوفك شاب وهادي طموح وسميتو كيشري مع داك الكاسكروت 100 ريال كيخلي لك 100 ريال اخرى عاوتاني. يعني سبحان الله كتعطي، الله اكبر، الله اكبر، بصح سبحان الله، يعني كتعطي من هنا وربي تيجيب من هنا، ربي كيخلفها. وكاينين شي ناس لاباس عليهم مسك عليهم الله كيشري مع داك الكاسكروت ب 400، يعني كيخلص على كل شيء والحمد لله. وكاينين الناس ديال الخير، وكاين الناس اللي كيشوفك جديد كيبغي يتعاون معاك كيجي عندك، ورغم انه كاينين محلات بزاف ولكن هما مديرين الثمن غالي. كاينين الناس لاباس عليهم وباغيين ماكله شعبيه، شحال من واحد كيقول لي انا عزيز عليا الماكله شعبيه وباغي نتعاون مع ولاد الشعب، يعني داكشي ديال الدار داكشي ديال النقا ومقطعينه بايدينا ديال الوالدين، ما كيضرش بنادم. اي واحد كياكل كيجي كيديو الدري والوليدات الصغار، كيجيو العائلات كيديو من عندنا، مثلا العائله خارجين كيجيو بربعه هما اربعه افراد كيديو ربعه الكسكروطات كيتعشاو بهم، يعني ما غيطيبو ما حتى حاجه، وكياكلوا حاجه نقيه، وكيبقاو كيداوموا علينا، مره كتجي هادو مره كيقولوا لجيرانهم. الحمد لله حنا راه غادي في المشروع ديالي غادي في التطور، وغادي ان شاء الله وربي مادام ميسر ومدير لي هذا الخير، الا وتا انا باغي ندير الخير في هذه الكروسه. ومرحبا باي واحد، انا كنقولها لكم ساكن في مدينه خريبكه وما عندكش وضاقت بك الظروف وما لقيتي ما تاكل، جي عندنا مرحبا، مرحبا بك، وتسناو سمحوا لنا واحد الدقيقه. الله يحفظكم، وكنشكروا قناه شوف تي في والاخت ناديه، وحنا الحمد لله هذه القناه هي اللي كتهز بينا، وفيما كنبغيو كيكون عندنا شي ازمه ولا شي ضائقه، شحال ديال الناس عندنا هنا كانوا مراض ما صابوش ما يتعالجوا سميتو، كنعيطوا على الاخت ناديه كتوقف معنا. وقناه شوف تي في راه قناه الشعب كما معروفه الحمد لله، وكنشكركم والحمد لله بكم انتوما بالفضل ديالكم، بزاف ديال الناس هزوا، واخرها الاخ رايان الله يرحمه مسكين، وكنطلبوا ليه يا ربي الرحمه، وكنطلبوا لعائلته الصبر والسلوان على هذا المصاب اللي صابهم. والحمد لله قدمتوا ليهم دار، وقدمتوا للاخ علي الصحراوي دار، وهذيك نتمنوا تكون لكم دار في الجنه لكل طاقم تقني ساهمتوا بها كاملين. والحمد لله اللي كيقول لك شوف تي في كتربح على نهار بنادم، ها هو ذاك الربح كامل اللي جمعت من نهار بدات، ها هو الحمد لله عطات لهذوك الناس. وشكرا لكم اختي قناه اختي ناديه وقناه شوف تي في، تحياتي لكم وشكرا على المواكبه، وكنتمنى لكم الخير وقناه تزيد في الازدهار.
وتحياتي اختي ناديه. شكرا. الله يحفظك. الاخوان كيتسناوك الله يسهل عليك، وحنا بدورنا حتى حنا كنتمناو لك خويا الله يسهل عليك. اليوم شفناك عندك الكروسه، ان شاء الله واحد النهار نزوروك في واحد المحل وانت غادي والمشروع ديالك تيكبر وانت كتكبر ان شاء الله. اذا فمشاهدي قناه شوف تيفي باش تعرفوا فين كيتواجد، فين كيتواجد زنقه العدولات قرب مقهى اماتيس. الوالده مسكينه الله يخليها لك. شنو جابت لك؟ اش جابت لك مطيشه؟ اجا مهمتي اجي 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 الله يرزق لك صحيحتك، متعاونه مع ولدك، متعاونه معاه. ربي يخليك. الله يخليه لك ويخليك لي. اعطيني الكلمه، شنو جبتي لي؟ مطيشه؟ جبت لي مطيشه، الله كرتها لي جبتها. راضيه عليه؟ راضيه عليه، والله يعاونه والله يسهل عليه والله يفتح عليه باب الخير. راه ما غيتخسش. ربي ما يخصوش، هو داك الدري تاعو كرا الله يعاونه، والدراري كاملين الشباب الله يعاونهم الله يسهل عليهم. معاونا معاه، تنقطع معاه من الصباح حتى العشيه. دروك راني تاجي تطلع لي ونجيب لي اللي خاصو نمشي. داكشي اللي شفت راه مطيشه قريب تسهل عليه. اه قطعتها ودرتها في الثلاجه وشويه ونغسيل، والله على تقليدي وانا ما غاديش نكذب عليك. تنقي تيقولوا لي تندير البانيو ونبقى نغسل الخص ونغسل المطيشه ونغسل البصله وكل شيء. الحمد لله. يعني اللي كلا كسكروت كياكلو. لا ياكلو، تا انا كنت البارح حد ومشيت. تخلصي؟ ها لا. ما خلصتيش؟ لا ما خلصتش. وراحت بيدي. لا 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 هو سمح لي. داكشي اللي كان الله يخليك. الله يسهل عليك سانتي ويفتح لك بيبان الخير. وعاش محمد السادس. هو وليدات الله يخليه لينا. يا ربي طول العمر. والله يحفظكم كاملين، يحفظ الشباب. ان شاء الله تنشوفوا. وتنتمناوا ليه ان شاء الله. الخير ان شاء الله. بقى فيا مسكين غير بارك، بقى يقلب على خدمه تاعي ما جابش الله. الحمد لله انا معاونه معاه حتى الى مت رجع في الله. والله يخليك. امين. الله يحفظك الله يعطيك الصحه يا ربي. سانتي خلي لك، سانتي خلي لك ما ترجعيش، خلي لك عائلتك والله يحفظك والله يسهل عليك. والله معاكم كاملين الشباب كاملين، الدراري كاملين. صافي نتمناو الخير. راضيه عليه، انا راضيه عليه. بغيت السر اللي ما يبلى ما يخسر. بغيت شي حاجه خايبه ما يشوفها. هو داك الدري راه صاحبه. شتي يا مهمتي دابا هو عاد بادي ومرضي والله ما يتخص. ان شاء الله باذن الله نطلبوا ربي سبحانه وتعالى. امين يا مهمتي. اذا شفتوا معنا الام ديالو اللي كتعاون معاه، يعني غير بالصدفه جابت ليه مطيشه بحال حقاتها. شفتوا بالزربه مريض ورجعت. الله يسهل عليك. توفيق اليوم تنشوفوا بان يوسف حداك هنايا، انت نادي بمقهى وحداه يعني مقهى اماتيس، هو قدامك تاهو كيترزق. نهار اللي دار الكروسه يوسف دعمتوه اكيد. بطبيعه الحال. شنو تقول لنا؟ السلام عليكم. اولا كنشكر الاخت ناديه وقناه شوف تي في. الاخ يوسف صديق ديالنا من الطفوله، يعني كابرين في درب واحد. الاخ يوسف كان غير مريح الصراحه. لمنا على عند يعني قاري ويعني متمكن، واني ما جابش الله راك عارفه داكشي. الارزاق بيد الله. صراحه لمنا على الله، طرحنا عليه الفكره وعجباتو، مشى خذا هاد الكريريسه وقفنا معاه يعني غير معنويا، يعني حتى حنا راه صديق ديالنا وقفنا معاه معنويا بكوني نادي بهذا المقهى. دويت مع مول القهوه قلت لي الصديق ديالي اللي غادي يحط كراريس انا، قال لكم مرحبا. النهار الاول جاب غير 20 خبزه، قلت لي ابو يوسف راك خاصك تزيد، الحمد لله هادشي نقي. هذاك البينواز مشى زاد 20 في 20 في 20، الحمد لله بداو جاو الناس يتعرفوا عليه لان عنده طول ممتاز. وهذه شهاده لله وربي شاهد عليا. هذاك الشيء راه عنده نقي، كنديو لوليداتو. الوالده ديالو ما تيخليش هو السلعه هنايا باش تقدام ولا تحماض، كتقاد لي مطيشه تيعيط لها ال امي مع كونه هنايا ساكن في الدرب، تيقول لها لي مطيشه تقادات كتجيبها لي، تقاد لي الزيتون كتجيبوا ليه. والنهار الايام الاولين انا وقفت معها تتقدى هذاك الشيء يعني صراحه، وثمن ممتاز كيف ما سبق ليه وقال ما كيديرش ذاك الطون العادي ذاك الاسقمقري، كيدير طون ممتاز. واخا تيقول لك غير واحد الرباح، تيقول لك اللهم مداوم. قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع، بحال كيعطي وجه، بحال كيعطي وجه. الحمد لله راه دار كليان، يعني هو تياخذ واحد القسم من الراحه تياخذ نهار الحد. الكليان قال له يوسف راه كتخلينا هنايا كنقلبوا عليك نهار الحد، تيبغي يريح هو باش يمشي هو الحمامي حسن هذه. انا قلت له حاول تستريح شويه بالنهار وخدم في العشيه. هو راه كيجي مع العصر، يعني قبل العصر راك ما غتلقاوش. كيتواجد في زنقه العدولات، يعني شهاده لله لا هو لا الاخوان ديالو كاع اصدقاء ديالنا، لا مو لا باه السي احمد تاهو النادي الله يجازيه بخير. ناس طيبين وناس كرماء وكبرنا معاهم في درب واحد،
والحمد لله الاخ يوسف كما كتشوفوها هو كنطلب من الناس خريبك باش يجيو عنده، راه تقليد علينا، تقليد علينا ان هذاك الشيء نقي 100%، وكما كتشوفوا الوالده ديالو راه هي اللي كتغطي عليه داك الشيء بالايد ديالها. هادشي اللي غنقدر نقوله من هذا المنبر. الاخت ناديه جابت الفرصه، كنبغي نقدم واحد الشكر ديالي للقناه ديال شوف تي في اللي حنايا كنسميوها قناه الشعب لسان الضعيف، لان صراحه شفنا شي حوايج من شوف تي في اللي ما كناش كنعرفوهم عامه، وبخصوص مدينه خريبكه. وربي شاهد عليا، انا حضرت معاك الاخت ناديه وشفنا الناس تشراو لهم ديور، الناس عائلات تعتقوا من التشرد. يعني هادشي راه كنقولوه لله، جابت الفرصه دابا باش نعطيو هاد الكلمه ديال الشكر لقناه شوف تي في من القلب ديالنا، قناه ديال الشعب. كنشكروا جميع المراسلين ديالهم، المراسلين، المدير، رئيس التحرير، كل شيء صراحه. يعني قناه في المستوى، شفنا شي حوايج اللي ما كناش كنعرفوها في الصراحه. صراحه كنرفع لكم القبعه، التحيه لكم، تبارك الله عليكم اختي. شكرا. تحيه متبادله، فانتم لقبتوها بقناه الشعب فاكيد مع ولا الشعب امينه منتي. اذا خوتي اللي بغى يجي، عليكم السلام ورحمه الله. واخا انا دابا دايره اللايف. مازال انت هنا؟ انا مازال هنا. شي دي مينيت كوا؟ مازال. مرحبا بخويا، مرحبا انسالي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في اللي بغى يعرف فين كاين يوسف، فاحنا كنتواجدوا امام دار الشباب. لاحظوا معنا دار الشباب انفاس معها زنقة العدولات كما كتلاحظوا معنا، يعني زنقة العدولات. نعم اخويا تفضل. ان شاء الله غادي نعرضوا عليك باش تاخذي مع الضيوف على حسابنا وتشوفي الطريقه كيفاش كيصوب. يلا صوب الاخت ناديه. لا ضروري. لا والله غير اسمع والله ما ناخذوا غير خلص. لا باش نكونوا واضحين، صوب ليا عرفتي علاش؟ شوفي الطريقه. ربي يحفظك باش تعرفي راه هاد الناس اللي خصنا نتعاونوا معاهم باش ما ندي فابور. ولا إلا جا كل واحد يدي فابور راه مشكل. لا احنا بحال هاد الناس اللي خصنا نتعاونوا معاهم، وهاد الناس اللي خصنا نشريو عندهم ونقول لهم الله ييسر ليكم. اذا مشاهدينا، فها هو يوسف تيصاوب لنا كاسكروت 5 دراهم الرخا، يعني الواحد انا ياش لي يحيد لي البابا. حيد لي البابا حيد لي هاكاك. الله يرضي عليك. طون كما تتشوفوا معنا، طون ممتاز اللي كيخلي يعني الناس انها تاخذ من عنده وتعاود ترجع. الا البصله انا اللي ما نبغيش، دير لي مطيشه، دير لي داك الشيء كامل الا البصله اللي ما تناخذش. انا كنت حبكتي كراني عقبت بالزربه خليت باش نجي نحضر. الله يحفظك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في نتمنوا ان شاء الله الله ييسر ليه هذا ولدكم. الله شتي معاونه بالرضه ومعاونه تصاوبي ليه الخضره وهذا الشيء. الله يحفظك. ونجي نحضري تيصلي. وتحضري لي منين بغي يمشي يصلي تجي توقفي انت. جاي دابا صليت في الدار باش هو يمشي يصلي ساعة. شديته. شديته. عندنا ضيفة. مسكينة. دير لي كل شيء إلا البصلة. راكي عزيزة عليا معزة نادية بنتي. الله يكبر بك ليه، الله يخطك ويحفظ لك وليداتك. وإن شاء الله تتفرحي به. أهلا سيمو. ما تقوليش جاي دير كاسكروت. ديما أنا. إيوا أجي خويا أعطيني شي كلمة على هذا الكاسكروت ديال يوسف. حتى أنا راه الكاسكروت ديالي كيتصاوب. قال لك باغي يعطيني، قلت له اللهم نخلصوا لا ديته. واش حنا. مسكين صاحبنا. ما شوف. لا كاين لا ماشي. إنسان خاصك تتعاون معاه. لا ضروري. قول لي خويا يوسف، خويا سيمو كيجي الكاسكروت ديال يوسف. صراحة راه كاسكروت بحال كتاكل ماكلة ديال الدار، يعني الأم ديالو يعني كتصاوب لهذا الشيء. عوض كاين شي بلايص مهم هنا بعدا كاين الامان كنجيو ناكلو، يعني كاسكروت نقي كتعرف شنو فيه، كتوقف الطون من النوع الممتاز. وهذا عجبتني مطيشه، عاد قطعات لي مطيشه وجابتها. ايه واحد قريب هنايا كتبقى تجيب له، هذه راه احسن حاجه. يعني ما كتبقاش هنا حتى تحماض. لا حيت كاين مثلا شي واحد كيكون بعيد وداك الشيء كتبقى عنده ديك ما هنا. دابا قريبه كيبدل كتجي مزيانه. كيجي شويه يتسالى وتعاود تجيب له الدار قريبه. والله يسال عليه والله ييسر ليه، وعنده داك الشيء زويون. احنا من نهار دار افتتاح، نهار افتتاح كنجيو عنده كصديق ديالنا، وهذه كنعرفوا قبل هذا الشيء، كنجيو ناكلوا عنده ضروري كناكلوا عنده. والله يسر. وشكر ما وصلوا لقناه شوف تي في، حتى هي قناه الشعب. وكنشكركم من هذا المنبر داك الشيء اللي درتوا مع الاسره ديال رايان، هديتهم المنزل. والله الا صراحه يعني برافو برافو برافو، يعني ماشي منزل واحد، واقيلا جوج منازل، واحد العمي علي وواحد صحراوي. يعني هادشي ما داروش قنوات فضائيه كبيره، ما داروش قناه الشعب، عطاتهم هذاك المنزل وهذه، يعني برافو هنيئا. وشكرا للمراسلين اللي كانوا تماك، عطاونا الصوره والصوت والخبر يقين في الوقت المناسب. يعني كتدخل مع 4 الصباح كتلقى اللايف،
مع الخمسة الصباح يعني باز ليهم 24 ساعة يعني الحمد لله. كنشكرهم وشكرا قناة شوف تي في بزاف، وشكرا الأخ يوسف الله يسهل عليه. الله يسهل عليكم. امين الله يسهل عليكم يوسف. شي اضافه يوسف؟ مع قبيله قطعونا الا بغيتي تزيد شي حاجه. قول للناس فين كتواجد دابا. شكرا لجميع المشاهدين. كتواجدوا في زنقه العدولات اللي كاع كيعرفوها الناس، البلاصه فيها عدولات، حدا مقهى اماتيس وبين مقهى جواهر، ومقابل دار الشباب الزلاقه اللي معروفه الشباب كاملين كيعرفوها. وكنقول لكم مرحبا بكم خوتي وخواتاتي، ومحالكم هذا وخي عبد الله يسار الزرقاء، انا كنقولها محال محال آه. الحمد لله حيت كنا ناكلوا منه الخبز، وهاد البلايصه كنتهلاو فيها وراه كنقيها، ما كنمشيش كنخلي البلايصه زوينه، وحيت مع بلاصه ديال الرزق هادي، وكنتعاملوا مع الناس كلشي. العيالات كيجيو عندنا بلاصه محترمه. كاينين عائلات دابا بغاو يتقداو، شافوا الكاميرا حجموا. يعني راه تيجيو عندك يعني امهات. كيجيو العيالات بزاف اكثر من الرجال، حيت الرجال كيكونوا مشغولين وخدامين. كيجيبوا وليداتهم وكيدوا الرجال رجالتهم في الليل كاسكروطات باش يوصلوا لهم كيكونوا في الديور. راه نخليك تخدم ما نعطلكش. لان اختي ناديه شكرا بزاف، وشكرا لقناه شوف تي في، وتحياتي لك اختي ناديه على هذه المبادره. وشكرا لكم قناة الخير بكل امتياز، والله يحفظكم والله يحفظ كل الاطر القائمه على هذه القناه. وكما قال الاخ محمد، هذاك الخير اللي درتو ما داروش قنوات فضائيه، يعني حتى الاخر عاد بغاو يركبوا على الموجه، والحمد لله صحيفه ودارت واحد المجهود من بعد الحمد لله، وصل واحد المستوى كبير. تعنك باش تعطي دار ماشي على دار وحده جوج ديور، شي حاجه زوينه. وكنشكر جميع الوطن القائم على شوف تي في، وتحياتي لكم. وشكرا الاخت ناديه هايو لعنصر ناشط. هذه المدينه راه كانت مرمي على التراب، كانت حتى واحد ما كيشوفها، تجات ناديه اختي وعاد هزات بينا، ولينا كنبانوا بعدا في الفيسبوك على الاقل في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاو كيشوفونا الناس، حيت ما كانش عندنا شي قناه، ما كانش عندنا شي حاجه كيوصل لنا الصوت ديالنا. الحمد لله هو الصوت ديالنا وصل. شكرا لك الاخت ناديه، ونتمنى لك مزيد من التوفيق والتالق، وتوصلي للعالميه ان شاء الله. الله يحفظك اختي، والله يصلح لك وليداتك تتي كما كتفكري في ولاد الناس. شكرا لك. اكيد اخي انت الله ييسر لك ان شاء الله. اليوم كما قلنا خوتي غادي نخليو، لان كاين بعض الاخوات انا بعدت من وجد لكم ما نشدكمش. لا اختي تقول اجيجي، قولي لي بلا ما تهضري، بلا ما تباني، بلا ما تباني، قولي لي جايه تاخذي كاسكروت؟ لا ما تبانيش، والله ما تباني. انا اي قولي لي شفتك جايه تاخذي كاسكروت؟ اختي بغيت ناخذ من عند يوسف ولد دربنا. واش مولفه كتاخذي عندك؟ اي كناخذ من عنده شحال من مره. زوين مزيان بنين. لمن كتاخذي ليك الوليدات؟ كناخذ لي والدراري. يعني بطبيعه الحال مامنه عليهم عادي نقي. كتعرفها مول اللي كتوجد. خالتي فاطمه. خالتي فاطمه هي اللي كتوجد. اذا نخلي يوسف يوجد، والله يوجد ليه ان شاء الله كل ما فيه خير، وكاع الشباب اللي تيعريو على كتافهم ويبغيو يجيبوا لقمه العيش بالحلال. هاد الناس خوتي بغينا نتعاونوا معاهم، بغينا نشجعوهم. اليوم تيدوز عبر قناه الشعب، كنتمنوا انكم تعرفوا المكان ديالو فين كيتواجد. تجيو لعندو، كيتواجد في زنقه العدولات ما بين مقهى اماتيس ومقهى جواهر، بالضبط قدام دار الشباب كما كتشوفوا معنا. الله يسهل عليه. اليوم تنشوفوا عنده كروسه، وان شاء الله ربي يبارك ليه في الرزق ديالو، ويزيد يدير واحد المحل، والمشروع ديالو ان شاء الله يكبر، لان حاجه الحلال ديما ان شاء الله ربي تيبارك فيها. زيد عليها مسكين حتى هو تيصدق من هذا الشيء القليل باش يبارك ليه الله في الرزق ديالو، لان الصدقه الله سبحانه وتعالى كيبارك ليه في الرزق. اخويا زيد شي اضافه. انا والاخ سي محمد بغينا نهديو لكم واحد الكادو غير بسيط، غادي نعطيو لكم القناه شوف تي في، نعطيكم هذا القليب واخا شي حاجه بسيطه. غادي نسموه باننا راحنا ساهمنا القناه شوف تي في، لانها نفضت الغبار على شحال من حاجه. شكرا باسمي واسم الاصدقاء، نهدوا لكم هذا القليب بالقناه كامله. غادي نعطيو لك نيابه عن جميع المراسلين، وشكرا للمدير ديال قناه شوف تي في، تبارك الله عليكم اختي. شكرا لكم. شكرا. يعني هديه بسيطه انا والاخ توفيق، يعني كتعني بها عندك الروح ديال الرايان اللي كنا معاه، وكنا يعني العالم كامل كان باكمله.
هذه، ولكن البادي راني درت بها القناه اني شفنا داك الشيء بالمباشر يعني ولكن يعني مرحبا يعني شفنا شي ناس غير كيقولوا بحال مثلا كيقولوا راه عطاوهم عطاهم بالربح في خروج اعلامي ديال شوف تيفي، ملي نسولوا الاب والام قالوا لهم واش كاين شي حاجه، قال راه ما شفنا والو، ولكن مازال ما كاين حتى حاجه، كاين شوف تيفي تبتات داك الشيء وقالت لهم هما يعزلوا المدينة شوف يعني ماشي هما عندهم دار واجده وهذه ومفرشه وكل شيء. وشكرا وتحيه للاخ حميد عقاوي يعني نيابه البنات خريبكا واحد الموقف قبل ما تجي عندنا اخت ناديه، كان جا عندنا صرا لواحد في سويسرا ديال واحد الدري كان غرق هنا في خريبكا وجا ريح معنا هنايا ثلاث ايام، راه كان معايا وهنا حضر ثلاث ايام وعذر مع الناس ويعني ومع القنصليه وهذه تجابونا المرحوم اللي كنا تفنا يعني هذه القضيه راه مرت على واحد ست سنوات تقريبا. وشكرا 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 بزاف. مرحبا خويا. اختي ناديه بصراحه شوف تي في عجبتنا بزاف المرحوم ريان، وبصراحه شوف تي في كانت تغطيه شامله وتنشكروها على هذا المنبر. وشكرا لكم وبنسولك واحد السؤال وما حرجكش، واش هذوك ان شوف تي في هدات واحد جوج شقات واش فريمون بصح ولا لا؟ لا صحيح خويا، كاينه الشقه وحده للعمي علي والشقه الاخرى للوالدين ديال ريان الله يرحمه. شي حاجه اللي صحيحه ما يمكنناش نكذبوا على الناس، وان شاء الله مازال غادي تشوفوهم في طيورهم، راه ماشي نهار اللي غيمشيو يتسلموا ليهم راه غادي تشوفوهم ان شاء الله. تبارك الله اختي ناديه شكرا لك. تحياتي شكرا لك. اذا شكرا للاخوان اللي هداوا للقناه شوف تي في هذا القلب، شكرا لكم. كيشعلوا كيطفى، شكرا لكم. عربون محبه اكيد، حتى حنا كنحبوكم كنبدلوكم الحب والاحترام، لكم منا كل تقدير والاحترام، ونتمنوا دائما اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم. خونا يوسف الله يسهل عليه، بغيت كاع الساكنه ديال مدينه خريبكا انكم تعاونوا معاه بحال هاد الشباب، كنتمنوا اننا نجيو ندعموهم ونعاونوهم لان بغاو الرزق الحلال. الله يسهل على كاع الشباب يا رب. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو امينه ميمتي، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. اجيو ذوقوا الكسكروت وجربوه واعطيونا الخبر. السلام عليكم.